يواجه فريق غراطا سراي فريق كونيا سبور في الجوله الثامنه والثلاثون والاخيره من الدوري التركي الممتاز لكي تشاهد المباراه ما عليك فضل الضغط على زر بالقناه شكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى لمباراه ملعب ميداس كونيا بيشكور ستاديوم بكونيا في تم الساعه الخامسه مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والساعه السادسه بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساء بتوقيت تركيا وسوف تلقى المباراة عبر قناة بي سبورت واحدة التركية وأيضا بي ان سبورت واحدة الفرنسية نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك الاشتراك بالقناة وتفعيل خاص لتساعد كل لكي توصل دائما و وتفاصيل مباريات القوية والمقبلة ونضرب مواعيد موعد في موعد قادم